أفكر بالمستقبل عندنا أفكاره يستقبل أنا بأفكاره وأستقبل لا يفلح ولا يقبل ديجيتال بنايا الجنون وانا الكل فيني مفتون ومطر عندك مزبون خرقش مخبار خرقش خرقش لكن يا مرهون الدنيا حبوب لا دا يفلح ولا دا يقبل الدنيا ديجيتال ديجيتال سمعني شعباني كل الدنيا ديجيتال سمعني انت مخبرني ديجيتال متى بتعطينا غوازيبة؟ بصراحة احنا ما عندنا ندفع ما يحتاج انك تدفع يا ولدي ما يحتاج طال عمرك كيف؟ يحتاج بس انك توافق علشان انا وانت نكون احل ما فهمت اصبر شوية الله يسلمك انا باغي اتزوج امك ثريا ايش على سنة الله ورسوله يا ولدي استهدي بالله على سنة الله ورسوله وبعدين اعتبر الغواز اللي عليكم مقدم الصداق اطلع برا اطلع برا لحظة خليفة انا موافقة الزواج منك حي ابوه صحيح يا ثريا ما انت ايش جالسة تقولي صحيح يا خليفة لكن بشرط كل شروطش مجابة طال عمرش خبرني الأول أنت تهمك مصلحتك ولا مصلحة ولدك؟ طبعا تهمني مصلحتي بس ويش هو شرطش؟ شرطي يا خليفة أنك تفسخ خطوبة ولدك من زهرة وتساعدني على زواج ولدي خليل من زهرة مامي خيبوه دوكم الحالة من وين الواحد جاي يتوفق في هالدنيا وتكون عنده حرمة كماش انتي حتى في الحمام ما طالح بالله عليش انتي بخورها انتي بخورفة ها حد يخم في وجه الناس تو اليوم انت مالك جاي من برا وقاعد تصرخ علي ايش فيك ايش اللي صاير ما صاير شيء ما صاير شيء ويش يعني اللي صاير ويش مستوي ما مستوي شيء تروم تسكتي وتودريني خليني في حالي شويه يا حرمه طب هذا اليوم ايش فيه قولي مره
صدقني يا اخوي انا خير. انا بس يبالي اسبوعين نهار زين حصل لي عندي خبره في الاصلاح. كاكا باك عقلك حاضر عني؟ ايش لي فكمك؟ ايوه مطر مطر مطر. عن قريب ان شاء الله راح اتزوج، واريدك يا مطر تعزم شباب الحاره كلهم على الملكه. ها ما سالتني اتزوج من يا مطر؟ تتزوج من زهره. شويه الصلب ثويه شويه مشيكيني ايش داخل انا يلا يلا. مالك المشعله هيكون غلطان في رقم ليش؟ ها؟ ما ظني أنا أتغلط في رقمي. سامحني يا حمدة ما أقدر أرد عليك تو. وعجبي وعجبي تو مالها ثريا ما ترد ما ينقاش فيها عم مشاكينة أظنك ذاك. حمدان يلا هينك هينك حمدان يا جاي مرهون جاي لحظة شوي لحظة ما ترى مسائل ما يقدرك مسائل. بسم الله الرحمن الرحيم. ايش هذا الطابور؟ هذا لا يكون حد جاي يقدم له مساعدات ولا صدقه ولا يمكن اصير استواني شيء. ايش صاير يا جماعه ايش صاير؟ مفتوحه اليوم جمعيه جديده. جمعيه؟ ايوه عقب سويتها اصيله. خلاص نشوف. يا جماعه يا جماعه التسجيل بالجمعيه الاسبوع القادم. زين متى الاسبوع القادم؟ اليوم فقط احنا نعلمكم الشروط. سمعتوني؟ شروط الجمعية فقط اليوم، لكن التسجيل الأسبوع القادم. أصيلة أصيلة ها تعشوا تعشوا تعشوا. إيش هاي اللي سويتيه يا أصيلة؟ إيش هذا؟ أبوي الناس الناس ما صدقوا حد يسوي لهم جمعية. مرة بعدنا اللي جالسين نتكلم عنها. هتشوف الطابور هتشوفك عينك. يا ربي حساب إنه مو مستوذ للدنيا. مرة تشوف ذي الناس كيف تقحن على الجمعيات عيشة. بغى يستفيدوا يستفيدوا يستفيدوا. آه. أمي إحنا شفنا أمي. نعم. إجا أقول مهون أصيلة هالجمعية بعد ما مفتوحة رسمية. كيف عاد لما تصبح رسمية؟ شوف كيف عاد أنت. يا بتنجح الدنيا كلها. أبا إجا أقول إيش؟ من سوالف دعاية هالدعاية كلها؟ من؟ مطر. مطر والله شنو مطر؟ مطر تصدق؟ أنا بس هو قلت له وخبر هو حرمتين. ليش؟ وشو عاد الأمة بوقاية كلها؟ لا أنا بكلمهم بكلمهم تعال. يا جماعة الجمعية بعدها ما مفتوحة. ما لكم مستعجلين كذا؟ ما حيتكم مديونين ولا حد يطالبكم؟ ما حيتكم؟ تعالوا الأسبوع القادم الأسبوع القادم. بس ضاع علينا الدور نخاف نستلم متأخرين. صدق علي بن جمعة أنا يضيع علينا الدور. خلا خلا فتحوا الجمعية لا تطولوا علينا أكثر من سنة. ثمانة أشهر بس ثمانة أشهر ما نطول عليكم. ها حمدان مرهون مو قلتوا إحنا لازم نفتح الجمعية اليوم لازم نستفيد على طول. أنتوا ما تشوفوا ذي الجماعة والناس كلهم مستعدين؟ ها مو رأيكم مو رأيكم؟ يا أصيلة يا أصيلة أنت محتاجة حد يساعدك ما يستوي يا أصيلة. أنا من رايح نجي الموضوع على الأسبوع القادم. خلاص صحيح خلاص يا جماعة خلاص روحوا الحين روحوا الأسبوع القادم. تعالوا جيبوا فلوسكم واشتراكاتكم كلها لا تخلوا فلوس في البيت. تعالوا مرة روحوا روحوا عشوا هلا عشوا مطر 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 تعال تعال روح السوق تعال تعال معنا تعال.
بيت لكن استمريت لكن ترى هالسؤالون الناس هاولون طلعتي انتو فضلة يا الله يا كريم يا الله يا بل انت هنا ما حمدان حمدان ايه حمدان لكن مو جاي تسوي انت هنا اليوم ليه ود الحلال هذا المكان الوحيد اللي ازوره ايش اسوي يا حمدان تراني اداوم هني اداوم اداوم زين احد من الناس قال لي انك انت وين ناقل خدماتك ولي لا ما حد نقلني ود الحلال ولا نقل خدماتي لكني فتحت فرع ثاني عشان اترزق منه عجب شعبان شوف لنا شغله معك تعاون معنا ساعدنا هذا انت يا مرهون فعلى حق الكلام لكن ما فكرت يوم من الايام انك تدور اخوك شعبان ولا تيه في محنته مشاغل يا شعبان يا اخوي مشاغل الدنيا شاغلتنا الدنيا نعم هموم مشاغل يا اخوي ترى المشاغل ما تنتهي ما تخلص تخلص الاعمار نحن مثل ما قال اخوي مرهون الدنيا مشاغل يا شعبان والدنيا حظوظ في نفس الوقت نعم عم صدقت ترك فاهي الكلمة نعم نعم صدقت مرتحت على اليرح ان الدنيا حظو لكن الظاهر عليك انك انت ما عندك حظ انا ما عندي حظ ما عندي حظ في ايش اشوف خليفة زاد عليك بعد ما خرجتني انا من الموضوع اي موضوع هذا موضوع المناقصة الظاهر انها رسيت على خليفة هو اللي فات أما صدقت نعم في كلامك يوم تقول إن الدنيا حظوظ تو أنت تتكلم وتدخل في الموضوع ولا تخليني أروح عنك أبوي بدخل في الموضوع أبوي الخليفة يقول بيتزوج يترجع إيش قلت؟ هذا اللي قريته هذا اللي صفحته في الجرايد الصادر صباح هذا اليوم وإيش صفحت قول إيش أقصد اللي خبرني عنه خليفة بنفسه وبعظمة لسانه ها حمدان هل فيك سكت انقطع عنك الارسال ما صحيح هذا الكلام اللي قلته يا شعبان ما صحيح هذا كذب وافتراء وزور وبهتان نعم حتفتح الراديو حمدان انت نسيت عمرك انك انت في السوق ما هذا يجيب لنا كلام ما يجيب لنا كلام اقولكم يقول وين الحاج حسن ابو علي عند الراضي بدل للعذيهن بدل عذيهن انت ايش تريد من تشتري من عنده يشتري ابو اشتري تلفزيون ملون وليش عاد علشان هالمرة عاد اريد اسمع الاخبار بالالوان الوان الاخبار كلها حمراء ابوي عاد الحين يلا بتتر ابوي يلا بتتر يلا بتتر حق اذاك شو اسمك مطر منك مطر منك مطر منك ايش اقول هذا الانسان والله يجيب لي كلام نعم تذبحني تقتلني وينه اللي يبغى له مكيف حال بيته وينه تعال وشوف قرب يا شراي تعال وشوف هالمكيف العجيب تعال يا اخوي قرب تعال شوف هذا المكيف اللي يخلي الصيف اشتى طول السنه ها نعم تعال وشوف هذا المكيف الا ما له مثيل في العالم ابدا تعال وشوف هذا المكيف اللي يشتغل من غير كهرباء كيف الحاج حسن بالله عليك كيف هذا المكيف ما يريد كهرباء عجب كيف بيشتغل هذا الله يسلمك يا خليفة بعد ما محصل شغل دور قبل بقية وما رقى قلنا احنا ما محصلين شغل كلامك صحيح يا مطر نعم ما محصلين شغل لكن انا اقصد نسمع كيف يبرد هيه هذا هو السر هني وبني آدم ما يبيع أسراره وبعدين يا خليفة هذا المكيف ما يصلح لك انت من الحين وتتنافض زين خبرنا عن الشيء العجيب اللي في المكيف بخبركم لكن ها ترى هذا سر اياني واياكم تجيبوا سيرة لحد سرك كبير ورايكم يا جماعة يا خليفة لما تكون حران وش تسوي الله يسلمك يا حاج حسن اشغل المكيف
ولما تكون حران أكثر وأكثر أتقرب بالمكيف، ولما تكون حران أكثر وأكثر 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 أتقرب أكثر وأكثر وأكثر من المكيف اللي شغلته. قصتش اليوم يا ثريا، يا ترى الكلام اللي قاله شعبان صح ولا كذب؟ وينك يا شراي؟ وينك؟ وينك يا شراي؟ وينك تجي تشوف هذا المكيف العجيب؟ وينك؟ تراك ما خبرت يا حاج حسن عن سر هذا المكيف العجيب اللي ما راضي يبتاعه انت. هذا المكيف الله يسلمك لما يشوفك حران هو يتقرب منك بنفسه ويطاردك ببرودته وين ما تروح وراك. إن شاء الله تروح فوق سطح البيت هو وراك ببرودته. معقولة؟ لا وأزيدك من الشعر، بيت لو حبيت تبرد سيارتك ما عليه غير تنزل الجامة شوية وعلى طول يدخل الهواء البارد من المجلس إلى السيارة، وفي الحالة هذه أنت ما أظن تريد تشغل مكيف البر. ما حزيد عليك في الكلام. هي نعم أنت دلال وهو الدلال. كم المكيف؟ كم رسم المكيف؟ كم رسم المكيف؟ كم المكيف؟ ريال. ريال وربع. ريال وربع. ريال وربع. المكيف بريال وربع. ونص. ريال ونص. ريال ونص. ريالين. المكيف بريالين وربع. ريالين وربع. ريالين ونص. ريالين ونص. المكيف بريالين ونص. المكيف ثلاثة ريالات. قاص الربع. ثلاثة. ثلاثة. ثلاثة سبعة حبة. ثلاثة ريالات وربع. ونص. ثلاثة ريالات ونص. ثلاثة ريالات ونص. أربعة. أربعة ريالات المكيف. أربعة ريالات. أربعة ريالات وربع. أربعة. أربعة ريال. أربعة ريالات ونص. افتح الباب. تريوه افتح الباب. حمدان. أقول لك فتح الباب. أنا أبغى أعرف إيش هذا اللي يصير عند بيتكم؟ مو هذا خبري. يا حمدان استهدي بالله وسير البيت وارتاح وبعدين تعرف كل شيء. أنا ما أتنقل من هذا المكان. وبعدين أنتي ليش ما تردي على اتصالاتي؟ ليش؟ قولي لي. يا حمدان لا تقوم تسوي لي فضيحة قدام الناس والجيران. قلت لك سير البيت واستهدي بالله ما. وبعدين تعرف كل شيء. أقول لك أنا ما أطلع من هذا المكان إلى ما أعرف السالفة كلها. نعم. سالفة إيش اللي تريد تعرفها يا عم حمدان؟ خليفة كيف حالك؟ كنا هزلان شوية. ماشي أبوي ماشي. أمك متصلة فيه في التليفون باغي شوية أغراض. قطعت المكالمة بس. وليش كنت تصرخ لما كنت تتكلم؟ ها؟ نفس هذا اللي انقطع والله. عم حمدان كنت تكلمها في الهاتف النقال ولا من تحت الباب؟ مكالمات من تحت الباب ما تحتاج إلى فتح خط. أنا نسيت نفسي يا ولدي والله. حسبت أني أكلمها من النقال هذا العام. بس والله سامحني با سامحني. خاطرك شيء؟ خاطرك شيء؟ مشكور مشكور يا عم حمدان. أقول با هذيك؟ لا هذيك هذيك هذيك. سلم عليك. رحمة رحمة. يصير خير يصير خير. أحسنت أبوي. أنا لا يمكن أتفضل. أتفضل بيتي أحسن. لا با يا رضا القهيم هذا. خليفة خليفة أقول ما تبغى تشتري المكيف؟ بفكرني أشتريه بس قبل لا أشتري المكيف وإيش رايك تناجي على هالسيارة الغاوية؟ هذه الكشرة؟ سير صلحها أول سير. إيه نعم هذه كشرة هذه؟ هذه أصلية هذه؟ وإيش رايك تناجي عليها بمرة؟ يا ود الحلال يا ود الحلال. الناس ما يبغوا بخور، كلهم كانوا في صلالة في الخريف وجايبين بخور على أهلهم. يعني وإيش؟ يعني سير صلح سيارتك من هالدخاخين وتطلعه وبعدين جيبها انادي عليها.
ولا تعرف كيف خليفة؟ شوف يمكن حد من الجماعة يبي يتبخر شوية. كذاك ها؟ زين عجب ما بشتري المكيف. توب الله عليك، إلا كما كنت يقدر يشتري مكيف كنت مهفة واجد عليك. أقول حسن، قول ما حيبوه. نعم عمي، وين حمدان؟ حمدان حمدان ما عارفه. عمي ايش رايك بشغل الدلاله؟ ابغاويه شغله زينه وغاويه. نحن يا مطر شغله سهله، ما تبغى شيء، شويه عياره واضرب فلوسك وروح، كلها تاتلع لي كمين ريال وانت شغال. عيبتني الشغله من صراحه. وين زين با؟ اشوف وحدك جاي، مو متنازع انت وعمي مرهون؟ لا يا بنتي لا، مرهون هذا اخوي، لا يمكن انا وياه نتنازع ونتضارب يوم من الايام مهما كان الثمن. نعم اجد ما حد غير ذي سري اكيد هي. اول مره تقولي كلام صح، ولا ما ينقاسك تقولي كلام صح في يوم، ولا ما ماخذ بالي حقيقه. با مالك تشوف علي كذا؟ انا قالت شيء غلط؟ انت شو بتتغير يوم لفتيه؟ ها يعني هي ذريو اللي مخبلنا كذاك متضايق؟ ها ما عليش ذريو، ما عليش، انا سارت لها تو، انا اعرف شغلي معاها زين. يا رحمه يا بنتي تعالي هسه تعالي. هاي مش خط، هاي مش خط، والله تسوي لنا بريه غالي ذريو. نعم خليل. خير، ايش اللي تريديه؟ وبعدين ليش تدق الجرس والباب بهالطريقه؟ مجنونه انت، مجنونه، ايش اللي فيش؟ خليل انت تقول عني انا هذا الكلام؟ يلا خلصيني، ايش اللي تريديه قولي. خبر امك انها احسنها تبتعد عن ابوي، ابوي ما يريد يتزوجها، واذا ما ابتعدت انا بضربها بالضربه القاضيه، انت فاهم؟ ابوكي كان يريد يتزوج، وأنا كنت أريد، لكن الحين أنا ما أريدك، والزواج بيننا صار مستحيل، ولا تقص تفكر فيني أنا. خبر أمك بهذا الكلام. خليل من كان علبة؟ رحمة بنت الشايب حمدان. رحوم، وش كانت تريد؟ جايب رسالة من أبوها تريد تقول، ولا أقول لش؟ ما في داعي، أنت تعرف الباقي. أنت يا وحدي خلاص خلصتك من ثريو وللأبد. عشرتنا عقد. يلا يا اخوي كان بتنادى. يلا وانت ليش مستعجل؟ العجله من الشيطان. انت شوف ساعتك كم الحين وبعدين قول العجله من الشيطان. ساعتي صح ساعه باربعين ريال، باربعين ريال. من يشتري الساعة؟ من يريد الزين؟ الساعة مثل نور العين. أنا أقول كم الساعة وأنت تقول لي باربعين ريال؟ ولو حبيت بنادي على ساعتك. يلا هات ساعتك، هات ساعة باربعين ريال، باربعين ريال، ساعة دليك بالوقت الجديد والقديم، ساعة ترسم لك خارطة الطريق، ساعة عجيبة وغريبة، ساعة ماشي أحسن منها، ساعة ما نزل عنها ولا دقيقة، ساعة ما نقص عنها ولا ربع دقيقة. من يشتري؟ احنا ما صدقنا نتخلصها من عيوريد حسن، طلعت لنا انت الحين؟ باربعين ريال، من يشتري باربعين ريال، ساعة عجيبة وغريبة، من يشتري؟ هيل الشاري باربعين، ما نقص منها ولا دقيقة، هيل الشاري، هيل هيل. ساعة باربعين ريال؟ كهي ايش فيها؟ هاي ساعة عجيبة ما مثلها بالساعات، ماشي ساعة في الدنيا مثلها، عجيبة وغريبة. خلي عنك الساعة ودلل على اللي قدامك. ساعة يا عمي دلل على الرطب، الناس قامت تروح،
ندلي على رطب دليل نسمي بسم الله. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. كم نقول؟ كم نزيد؟ كم المشتري؟ 500 600 600 بعمل 700 محارب 700 800 من يزيد ب 800 يزيد من يزيد. حاج حسن حاج حسن انت هنا وانا ادور عليك. خير يا عامر؟ ايش فيه هناك اللي ما يسرك ولا يريحك يا حاج؟ خير ان شاء الله. وش مستوي؟ ايش هاي؟ هاي بليه بليه حاره بلاد مكبرها. نعم هاي كيف النادي علي؟ منين نبدا الحين؟ قبل منين النادي علي؟ ايش اللي عري هاي؟ ها بليه هاي بليه. يب ها ايش قلت يا مرهون؟ بتنادي على الثور ولا ايش؟ نعم اني بنادي على الثور وصاحب الثور لو حبيت بعد. نعم ايش قلت؟ قصدي نعم نعم بنادي على الثور. افا عليك بس ما خبرتني ايش اسم الثور؟ ما اعرف اسمه. كيف ما تعرف اسمه؟ لا ابوي لا ما يسوي كذا، لازم في البدايه نسميه وبعدين ندلل عليه. نخبرك ونسوي له اسم. ها ايش رايك نقلع له عين وحده ونسميه العور؟ ها اسم غاوي العور. ايش قلت الحين؟ بتنادي عليه ولا لا؟ هاي بليه هاي بليه. اقول لك كيف النادي يا الحين؟ يلا خبرك بسم الله بنادي عليه بنادي عليه. وين اللي يريد ثور يرفع له اسمه على طول الزمن؟ وينه؟ وين اللي يريد ثور للمصارعه الحره وغير الحره؟ شوف هذا الثور الا ما تقدر تفرق بينه وبين الجبال من قوته وكبره وضخامته. قرب قرب يا شراي قرب قرب. شوف هالثور، عندنا ثور ماشي احسن منه ولا اقوى. اي 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 لحظه لحظه ابوي الحاج حسن لحظه. انا الثور هاي انا بنادي عليه، انا بنادي عليه. ما انت وينه اللي يريد ثور ومعاه خروف مجانا؟ قلنا لك لحظه ابوي لحظه. الان قلت الله يهديك انا الثور هاي انا بنادي عليه ما انت. وانت من علشان تشتغل شغله ما شغلتك؟ ها ها ولا كل واحد يشتغل الشغل اللي هو يريده؟ لا با لا، ما كل شغل يناسب كل إنسان. كل شيء إلى أصول، كل شيء إلى قوانين. ما تجي مني والدرب وتشتغل أي شغلة. لا أبوي لا، زمن أول تحول. ادرك أما داري. أنا بعد دلال تاني هنا دلال. ومن اللي اعتمدك تكون دلال هنا؟ أحيد أنا دلال رسمي في هذا المكان. اسمعني، إذا ما تحركت من هذا المكان ترى بتشوف شيء عمرك ما شفته ولا يسرك. عاد ما بقى حد غيرك انت تنافسني في مهنتي ومهنتك دادي. انا ما بتحرك من المكان، وانا دلال مثلك وما في حد احسن من حد. بنشوف اليوم يا انت بنشوف. لا في هذه الحاله غلطان انت يا مرهون، الحاج حسن احسن منك بمليون مره. عمي مرهون خلنا نروح من هنا قبل لا تصير مشكله. انا ما اتحرك من المكان واللي يصير يصير. انت بعدك هنا؟ قلت لك عمي خلنا نروح من هالمكان وبعدين هناك بنتفاهم. يعني نروح مكان ثاني احسن. اسميك انك ختمتها زين يا مطر. نسير مكان ثاني، خلي يغيب الثور وصاحب الثور واي معه بعد. وينه؟ وين اللي يريد ثور؟ وينه عمر؟ نعم. اباك تراقبهم هذا النفرين، راقبهم زين وشوفهم وين يسيروا وش يسووا. ايانا واياك يغيبوا عن نظرك. اتحرك. حاضر حاضر حاج حاضر. وينه؟ وين اللي يريد ثور؟ وينه؟ يا جماعة بكم نبتدي؟ 150 الحين هذا تمام. هنا تعرفي ترى المكان كبير واسع واحنا ممكن نجيب الطاولة ونخليها هنا والكرسي، وانت عاد تبدي على طول الشغل لأن الناس محتاجين للجمعيات، وما دامنا نحن نقدر نساعدهم فنعقل في الموضوع على طول. ايش رايك؟ ايش اقول بعد يا خالتي؟ موافقة. انا المهم عندي اني اشتغل واساعد اهلي. اذا انت موافقة يلا تعال تفضلي. جلسي. لاني انا اعرف الجمعيات تمام انها ما تتوقف. والحين بنادي على الليمون والسفرجل والبرتقال ورقبه. ليمون عمالي ماشي احسن منه. نعم برتقال وسفرجل. كم نقول؟ كم نقول؟
والله من يزيد من يقول سبعة ثمانية تسعة عشرة من يزيد عشرة إحدى عشر ونص خمسة عشر ليمون والسفرجل والبرتقال برقبه لسليمان بن عبد الله. كيف حل سليمان بن عبد الله وانا اقول لك زيد ريال وما وقفتني؟ انت ما نطق ما تكلم. كيف ما نطقت وما تكلمت وانا اقول لك 16 وانت معطيني الدنان الصماء؟ لا تسوي لنا ربشي، انت لا زدت ولا تكلم، انت كنت تغلط بعده. سمعتوه؟ سمعتوا يا جماعة الخير؟ سمعتوا؟ يغلق علي وأنا ما أقول له شيء؟ سمعتوا؟ ما حد سمعك يا عامر، ما حد سمعك، أنت كنت واجب ما سمعت تزابل. تكلمت تكلم؟ أبداً ولا يصير. إسرائيل خقاقة يا خقة فيه. كذاك؟ كذاك مطور؟ توقف معه؟ زين روح خليه ينفعك. سمعت أبو يعد حسمعك أنت لا تسوي لنا ربشة. خلاص هاي الغيرة لا حسد ترى حسد. مبروك سليمان عبد الله مبروك. أصلاً أنت ما دلال. ولا تفهم في الدلاله ولا حتى في البيع والشراء. انا ما اعرف في كل حاجه تريد تسوي واسطه هذه ما حاله. ايش خلع الكلامه؟ ايش خلع الكلامه؟ ها هاي مين انا وارثني؟ احنا نعمل ما عارف حاصل. حسبي الله ونعم الوكيل. هذا منين طلع لنا بعد؟ انا قلت لك كم مره كل مكان وإله ناسه يا مرهون. الظاهر انا وانت يا عمي ما لنا ناس. اي نعم صحيح كلامك يا مطر، ما لنا نصيب في الشغله هاي، كلهم حساد. نعم حسد. ايش قلت يا مرهون؟ انت ايش قلت؟ انا قلت لك كل مكان وإله ناسه، ما تقوم تجي وترمي عمرك في مكان انت ما إلك مكان فيه. ها ايش قلت؟ ايش قلت بعد؟ اسميك انك ختمتها زين. كنت اظن ان حال اخوي حمدان احسن من حالنا، وان السوق احسن من سوق الولايه اللي جينا منها، لكن الظاهر الحال هو الحال، هنا ولا هنا ما في شيء جديد. هذا حال الدنيا يا عمي، مثل ما يقول عمي حمدان الدنيا حظوظ. يا عمي بس لو كان عندنا حظ ما بيكون كذي حالنا. والحل يا مطر شغله الغاز وما قدرنا عليه، شغله الدلاله وما كان لنا نصيب فيه. ما عليه يا عمي ما عليه، من باكر ما نشوف لنا شغله جديده، لان الدنيا ما تخلق والسوق بعد ما يخلق. ما بقى لنا وقت يا مطر، ما بقى لنا وقت. عمي ما فهمتك، انت ايش تقصد؟ لما جينا عند اخوي حمدان زدنا الطين بله وثقلنا عليه وهو ما ناقص. احنا لازم نرجع من هين ما جينا. يعني تريد ترجع البلاد مره ثانيه؟ انت نسيت ثاني وفلوس اللي يطالبك اياهن؟ لا يا عمي هذا نصيب، والافكار والنظريات ولا خبرنا عن كل شيء. حتى لو كان ومهما كان نحن لازم نرجع من هين ما جينا، وبكذاك اكون ختمتها زين. ايش اللي مستوي هناك؟ ما اعرف يا عمي سبحان الله. ايش الحالة من هناك؟ خل مجنب يدي. تعال طال عمرك.
ما كان المفروض تسوي هذا التصرف بنفسك تتصرفين كذاك. لا لا يا مرهون، انا حسبتك تقول اسميك ختمتيها زين. لا والله لا ختمتيها زين ولا عندك خبر ختم الكلام. انا تراني ما سويت كذاك الا بعد ما شفت حالنا اللي ما يريد يتصلح. متى يتصلح الحال والعمر خلاص ما باقي في شيء. نحن قلنا يا أصيلة إن نناقش موضوع الجمعية هاي بعدين، لكن يلا هديك سرحتي وسويت اللي في راسك، ما تصبرين شوية ما تشاورين. زين الحين أنا إيش أسوي؟ خلاص ها؟ لا تجلس تلومني، أنا ما فاضية حد يجلس يلومني. خلاص أنا ورطت نفسي في الجمعية وخذيت فلوس من الناس ووعدتهم ان بعد 8 أشهر كل واحد ياخذ بالدور. الحين انا ايش اسوي ها؟ انا كنت جاي اقول لك يا اصيله ان نحن نرجع البلد وترى هناك مثل هنا بندبر امورنا وبيمشي معنا الحال. يمشي معنا الحال؟ الحال اذا يمشي من زمان كان مشى، ما الحين. أنا كان كل همي إني أوقف معاك وأساعدك وأدور معاك البيسة وين ما تكون. أنا خايف يا أصيلة إن هذا الموضوع يجرنا إلى مشاكل ما لها أول ولا لها آخر. خلاص المهم أنا الحين في ورطة، ورطت نفسي وما قادرة أخرج منها. بعدين الناس واثقين مني وأنت لازم تساعدني. أنا في إيش ولا في إيش يا أصيلة؟ أنا كفاية علي همومي ووجاعي، بعد ما تزيدين أنتي. همومك هي همومي، أنا وأنت واحد. بعدين أنا معاك وأنت معاي وإحنا مع بعض، وموضوع الجمعية خلاص شيء وصار. لا تجلس تقولي رقع فلوس الناس. الظهر يا أصيلة إن الهموم بدأت تحاصرنا أنا وأنتي ونصيب. تعال نصيب، ذكرتني بنصيب. أنا اليوم هذا الولد ما شفته. أنا يا مطر، أنا ترفضني زهرة؟ أنا أنت بعدك على نفس المحطة يا أخوي؟ غير وبدل، لا تلزنا على محطة واحدة. ترى الناس الحين صارت فضائيات. اسمع مني، أنا أكلمك جد يا مطر، أكلمك جد. ولا ما أجدو هذا اللي أعطاني المبلغ ناقص في يديني، قيمة الدش وقيمة تركيبه. نصيب تراك طلعت القرون، قلنا لك الزواج قسمه نصيب. بس قعد يا اخي، شوف نفسك، شوف مستقبلك. مطر انت شفته ابو سوافيه وما شفته؟ ما شفته يا معقل المبلغ ناقص في ديني وقال تتفشل قدامه هذيك، بيقول شختيتي وحكيتي خدعت. ما اتكلم اخ علي اخ. رد مره ثانيه على نفس السالفه. مطر انت تعرف تقول امين وما تعرف تقول؟ ليش ما اعرف اقول امين؟ يعني لساني مربوط؟ عجب انا ادعي وانت قول وراي امين. على من بعيد الشر تدعي؟ على اللي ما يستاهله وما يلهم نصيب فيه. قول امين مطر. امين. خير؟ ايش استوى؟ الظاهر ان التلفزيون احترق. وما نقى يحترق الا الحين وانا جالسه اشوف ذيك المذيعه ايش تسوي. وانتي متى تهتمين بالمذيعات وشغل التلفزيون؟ وليش هاي الاهتمام هذا؟ ممكن اعرف؟ هاي سر الموهبة، السر اللي انا مخبتنا في قلبي من زمان من زمان. لكنك انت تبى تعرف شيء؟ بخبرك بعدين، بل في الوقت المناسب. وانتي عندك مواهب في التلفزيون يا بتسالمين؟ طبعا، مو شايف اني انا سهله يعني؟ المهم خلي عنك انت هذا الكلام، هذا نصيب هنا عشان يجي يصلح التلفزيون. خلي عنك جولك، كلمينا عن موهبتك هذه، كلمينا عنها بالتفصيل بعد. زين هلا يلا. عشان بعدين تقول لي اسمي شنش ختمتيها زين. محبوب
الفقر والشاور المنطقية. يا حساي ما طحت واقف كل ما أجاز دارت علي. خلك محاور لا لا تداور فكر وشاور المنطقية. يا حساي ما طحت واقف كل ما أجاز دارت علي. العمر عدى والراس صدى ما عاد فيا. كل ما نحاول محنا نزاول ننشات فاول ضربة قوية. خلك محاول لا لا تداول فكر وشاول المنطقية. هيا حساي ما طحت واقف كل ما أجاز دارت علي. أخرس محاسن سامح وعازم شد العزاي بنفس قوية. وين دكانك ارجع مكانك افهم زمانك فكر شوية. خلك محاسن